يا صباح او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. لو مره يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. النهارده هنعمل مع بعض شوربه السي فود اللي دايما بنشتريها من بره، وبنشتري الطبق ب 70 80 جنيه، واحنا ممكن نعمل حله كامله واقل من كده كمان. يلا نشوف هنحتاج ايه علشان نعمل الوصفه. في حله غويطه او طاسه غويطه على النار هبدا اسخنها وانزل فيها بمعلقه من الزبده. في ناس بتستغنى عن الزبدة وتستخدم زيت، ده طبعا حرية شخصية. انا حطيت معلقة كبيرة من الزبدة وكمان حطيت معاها حوالي نص معلقة من الزيت علشان الزبدة عندي ما تتحرقش بسرعة. هسيب الزبدة تسخن وبعد كده هبدأ امشي بالخطوات. طبعا انا تقدري تستخدمي السي فود اذا كان فريش او حتى اكياس، ولاني طبعا بفضل الفريش بيبقى افضل كتير في الطعم، لكن النهاردة انا هستخدم اكياس. وممكن تعملي برضو انت تجهزي الشوربة بنفسك، يعني انت تجيبي جمبري وصبيط وكاليماري وكابوريا وانت تعملي الخلطة اللي انت عايزاها. طبعا انا هنا حطيت بصلايه صغيره وسط، يعني قطعتها قطع صغيره خالص وحطيتها مع الزبده. طبعا انا مش هستنى لغايه لما تتحمر، انا بس عايزاها تتشوح يا دوب تدبل بس. بعد كده هبدا احط عليها الثوم. هنا خلاص البصل عندي بدا يدبل، هبدا انزل عليه بمعلقه من الثوم المفروم وعليه خلطه السمك. يعني انا حط عليه كمون وشطه وملح وخل وليمون. بعد كده هبدا انزل كمان بورق الكرفس، يعني حوالي ورق عودين ثلاثة كده من الكرفس، بيدي تيست حلو قوي قوي للشوربه. هخليه يتشوح معاهم وفي نفس الوقت ما يتحمرش، يعني ما لون الكرفس نفسه ما يبقاش يغمق. بعد كده هبدا انزل بقى الحاجات اللي بتاخد وقت شويه في السوى. طبعا انا بما اني انا جايبه اكياس جاهزه فانا ما كنتش متحكمه ابدا في المكونات اللي موجوده فيه، فانا حطيت الكابوريا وحطيت كمان الجندوفلي علشان دول بياخدوا وقت شويه. انا عايزه الجندوفلي يفتح كله والكابوريا تبدا تاخد وقتها. بعد كده حطيت الصوابع الكابوريا الجاهزه دي، هي متقطعه اوريدي جاهزه، هبدا انزلها. هي مش بتاخد وقت قوي في التسويه. انا بعد ما لقيت ان الكابوريا بدات تاخد لون والقواقع كلها بدات تفتح، فانا كده بالنسبه لي هم دخلوا في السوا اصلا، فهبدا انزل اللي بعدهم. كده بعد ما اتشوحت واخدت لون وبدات تدخل في السوا، هبدا انزل بقى باخر حاجه وهي الجمبري والسمك الفليه، لان الاثنين مش بياخدوا وقت خالص في التسويه. استنى كده دقيقه كمان وبعد كده هبدا انزل بالجمبري والسمك الفيليه اهو. زي ما قلت لكم طبعا ان انت لما بتشتري الحاجه فريش، اولا بيبقى قدامك اختيارات ان انت تقدري تختاري ان انت تشكلي براحتك، ان انت تقدري تشتري يعني ربع كيلو من كل حاجه مثلا فيعمل معاكي كميه تحطيهم في الفريزر وتقدري تستخدميهم على اكتر من مره. انا نزلت كده السمك الفيليه والجمبري وهبدا استنى لغايه لما يتشوحوا شويه ويستووا. انا حطيت معلقه من الدقيق ودوبتها في ميه ونزلتها. الخطوه دي معظم المطاعم بتعملها، ولكن لو انت في البيت مش حابه ان يبقى قوام الشوربه سميك شويه تقدري تحطي كريمه لباني، بس انا هضيف كريمه لباني عشان كده ما زودتش غير معلقه واحده صغيره من الدقيق. لكن في اماكن او في ناس بتحط معلقتين كبار من الدقيق بتدي اللون وفي نفس الوقت بتدي التقل اللي احنا بنشوفه في الشوربة وبتزود لبن، لكن التست فعلا بيجي من الكريمة اللبانية مش من اللبن خالص. انا حطيت كده الكريمة لو لاحظتوا هتلاقوا اني الشوربة بدأت تخف اهو. كده انا خلاص الشوربة عندي يعتبر شبه جاهزة. لو انتوا لاحظتوا هتلاقوا ان الجمبري كمان لونه اتغير اهو بقى اورنج، فهو كده كمان استوى. انا زودت شوية فلفل اسمر وهحط حبة ملح بس مش كتير، وهبدأ ادوق. لو هي محتاجة ملح تاني ابدا ازودها. زودت شويه ملح كمان وهقلب وهسيبهم يغلوا مع بعض، بس يا دوب ياخدوا الطعم كله مع بعض. وده شكل شوربه السي فود بعد ما جهزت. قد ايه كان طعمها حلو قوي قوي قوي. الكرفس فارق جدا جدا في الطعم، الكريمة كمان فرقة جدا جدا في الطعم، سمكها تقيلة الى حد ما، وده طبعا بسبب
الدقيق، تقدري تستغني عن الدقيق لو انتي مش حابة طعمه في الشوربة، ولكن زي ما قلت لكم ان معظم المطاعم اصلا بتزود الدقيق. يكون الفيديو عجبكم، ولأول مرة تشوف قناتي ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس.